إذا مليت من الأجهزة اللي تصرف شحن وما تطول وياك بالاستخدام القوي، أتوقع شركة تكنو حلت لك الموضوع ونزلت لك جهاز ببطارية جدا عملاقة. السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحاوي. تكنو بوفا 3 واحد من أكثر الأجهزة اللي انطلب من عندي، وقالوا لنا سوينا عليه مراجعة على مود نشوف شنو مميزاته وشنو عيوب، شنو الأشياء اللي شفتها بالجهاز راح أذكر لك إياها بالمراجعة. هذا الجهاز لو نجي للتصميم وجودة التصنيع، الشاشة راح تكون من الأمام بثقب من الأعلى. نعم الشاشة نوعا ما مقللة الحواف، ما بالنسبة للأطراف راح تكون بشيء من الانحناء. يعني هذا الجهاز عندك سماعة من الأعلى وسماعة من الأسفل مع الـ USB Type-C و 3.5. هاي المكانات هنا تلقيها الحافة عدلة. أما ظهر الجهاز راح يكون لامع مع ثلاث عدسات بشكل حلو. انت من تستخدم الجهاز وتلمسه راح تلاحظ اكو بعض الفراغات ما بين الاطار الخارجي مع مكونات الجهاز الداخليه، فنتمنى من الشركه انه تعتني بهاي الاشياء، لان مجرد انه تلمس الظهر راح تعرف انه جوده التصنيع مو بالشيء اللي انت ترغب له دائما من الجهاز. هذا الجهاز اذا انتقلنا للشاشه فهو ياتي بشاشه مقاس 6.9 فول اتش دي بلس من نوع ABS LCD، وهاي الشاشه تدعم 90 هرتز. هذا الجهاز راح يكون ب 389 بكسل بالانش الواحد. السطوع عالي، الالوان حلوه. نعم بالاداء العالي او بالاضاءه العاليه راح تضطر انه تعلي الاضاءه للاعلى على مود يكون عندك الشاشه واضحه. اما بالنسبه لاي طبقه حمايه غوريلا جلاس موجوده على الشاشه، ما موجوده ولا مذكوره بالنسبه للجهاز. اما بالنسبه للنظام، هذا الجهاز يجينا بنظام الاندرويد 11، تجي تحديثات اكيد راح يجيك النظام ال 12 مع واجهه الهاي او اس من شركه تكنو. هذا الجهاز يجيك معالج من ميديا تك هو G88. هذا المعالج واحد من المعالجات المتوسطة اللي صار له يعني سنة او اكثر من سنة مطروح بالسوق، وهواي اجهزة موجودة بهذا المعالج. نعم هذا المعالج مبني بتصنيع او معمارية ال 12 نانو، وبالاداء انطاني اداء حلو باغلب الاحيان، مع انه يشغل لك لعبة ببجي 40 فريم وكول اوف ديوتي هم يشغل لك اياها باقل تقطيعات. لكن انا باستخدامي المكثف للجهاز انه لاحظت اكو بعض المرات تجمد الواجهة بالنسبة للجهاز او تجمد الايقونات، يعني من تريد تستعمل الجهاز تلمس باي مكان راح يوقف في الشاشة، او تبدي خربطات تصعد لك من الاعلى للاسفل. هذه اكو خربطات بالنظام، او هنا عندك ماكو تناغم ما بين هاردوير والسوفتوير. هاي الاشياء نعم هي تلقيها بالاجهزة الاقتصادية والاجهزة المتوسطة، مع ما اني واحد من المستخدمين دز الفيديو هو مصورة، يعني مصورة جهاز جامد وما يتحرك، هواي اشياء ما يتحرك بها، وحاول انه يغلقه ظهر ما عارف شلون يغلقه، بغلب خشه جدا بسيطه، لكن بالنتيجه هاي الاشياء دائما موجوده بالاجهزه المتوسطه والاجهزه الاقتصاديه، لاشياء انه معالج متوسط واداء متوسط وسعر الجهاز مناسب، فاكيد هاي الاشياء تطلع بها لاشياء ما ضبطت لك امور 100% بالنسبه للجهاز، باعتبار جهاز ويا سعره هاي هي مواصفاته. الذاكره الموجوده بهذا الجهاز هي 128 مع 6 جيجا اللي تجينا رسمي للعراق بالوكاله الرسميه، اما باقي الذاكرات موجوده 64، لكن هاي ما اجتنا العراق. هذا الجهاز يمتلك عدستين، العدسه الاساسيه هي 50 ميجا بكسل، هاي راح تكون للوايد انجل، والصوره للفيديو اللي تقدم لك اياها نوعا ما جيده حقيقه، مع الاضاءه العاليه راح تعطيك نتائج ممتازه، مع انه سعر الجهاز جدا مناسب، يصور يعني يصور اعلى دقه من الفول اتش دي ال 1440 بدل 1080. الفيديو انا اللي جربته بالجهاز والصور اللي جربتها بالجهاز نوعا ما النتائج اعطتني جدا ممتازه، مع ما انه بعض الاحيان القي بعض البياضات موجوده بخلال الصور او الفيديو، وهاي ممكن بتحديث قادم راح يتحسن لك التصوير بالنسبه للكاميرا. هنا الكاميرا تستخدم الذكاء الاصطناعي حتى بالمكانات المعتمه او الاضاءه الضعيفه تطلع لك نتائج حلوه خلال التجربه خاصه بالنهار. نعم اكو مكانات حاولت انه بها نوعا من الظلام او نوعا من الاضاءه الضعيفه، هي هنا الذكاء الاصطناعي راح يوسع لي الاضاءه وراح يعطيني نتائج جدا ممتازه. فشركه تكنو للامام متقدمه بالنسبه للكاميرات، انا اشوف افضل من الكاميرات السابقه بالنسبه للاجهزه القديمه او الاجهزه السنه الماضيه. يعني شركه تكنو بيه عندها تقدم بنسبه
قوية بالنسبة للكاميرا. احنا نطمح للأكثر من شركة تكنو، يعني يجيك جهاز شبه مثالي بالنسبة للكاميرات، وهذا إن شاء الله بالمستقبل. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، نعم تعطيك صور مقبولة إلى جيدة بخلال استخدام بالإضاءة العالية. هذا الجهاز يمتلك سماعتين فيزيائية من الأعلى والأسفل، والصوت كان نوعا ما عالي وستوريو مجسم، لكن هل يرقى إلى أنه أفضل أجهزة؟ لا، بالنسبة للأجهزة المتوسطة صوته جدا عالي ومجسم، وأكو وضوح ونقاوة بالصوت جدا قوي. هذا الجهاز يمتلك أقوى شيء عنده حاليا هو البطارية 7000 ملي أمبير. هاي البطارية تقدر توصلك إلى 9 ساعات استخدام مستمر، 9 ساعات. أما بالاستخدام المتقطع أو الاستخدام الأقل من مكثف راح تطول لك من 15 إلى 17 ساعة باستخدام المتوسط، يعني هذا الجهاز تقريبا يطول لك فوق اليوم، يعبر لك يوم باستخدام مستمر. فانت اذا مهتم لانه جهاز بطاريته قويه تلعب العاب بكثره وتريد جهاز ما يصرف شحن، فهذا واحد من الاجهزه اللي يقدم لك بطاريه جدا قويه. بالنسبه للشحن السريع راح يكون الجهاز يدعم الشحن السريع 25 واط، اما بالنسبه ل 33 واط هي ضايفت لك فد ميزه، وانا ضايفت لك 33 واط مع انه الجهاز يدعم 25 واط. اما الشحن العكسي راح يدعم 10 واط بما انه بطاريته هنا عندك 10000 بطاريته 7000 ملي امبير، فبطارية جدا قوية تقدر تشحن بها أجهزة باقية إذا تخلص شحن الأجهزة الباقية، فيشحن لك شحن عكسي هو 10 واط. المزيد بعدين العيوب: بطارية قوية، شاشة حلوة، أداء حلو بالكاميرا وأداء حلو بالنظام، ذن أربعة تقريبا موجودات والسعر المناسب. أما بالنسبة للعيوب اللي نتمنى إنه الشركة تحسنها، البياض اللي موجودة بالصور والفيديو اللي ناخذها بالكاميرا مالته. الشيء الثاني انه هذا الجهاز تقدر تقول تعليق قوي، تعليق احنا هذا تقريبا غادرناه بهاي السنين، يعني اجهزة دائما تجي سريعة وسلسة ما بيها مشاكل بالنسبة للسوفتوير. اما بالنسبة للسوفتوير مال هذا الجهاز انا ما اقول لك بمشكلة، لكن ببعض الحالات تجمد الواجهة بالاستخدام القوي بالاستخدام المكثف، ممكن حارة ترتفع حرارة الجهاز. لكن هذا الجهاز اكو بعض الاحيان، يعني اذا همك هذا الامر فانت حط ببالك هاي الشيء، فهذا بعض الحالات انه هذا الجهاز راح تجمد الواجهه مالته بالاستخدام المستمر، الا تضطر انه تغلق الجهاز وتفتحه تروح من عندك هاي الشيء. اذا تريد تتجنبها بشكل كامل، انا حاولت انه اكثر من مره اسويها وما طلعت عندي، ما صارت عندي، فانه ارست الجهاز باليوم اكثر من 4 مرات او اكثر مره اكثر من 3 مرات، ارست الجهاز على مود يكون عندي الواجهه جدا سريعه. البرامج الموجودة بالخلفية أنا أغلقها، حاول أغلقها على مود الذاكرة العشوائية تكون عندي كامل الاستعداد، يعني أقل شيء يكون عندي فد 3 جيجا أو 4 جيجا عندي فارغة للاستخدام بالنسبة لواجهة النظام، فهذا يبقي الجهاز بكامل جهوزيته ويستخدمه استخدام اعتيادي ما بمشاكل ولا تعليق ولا تهنيك. أما لا، إذا بقيته ما مسوي له ريستار استخدام مكثف راح تلاحظ هاي الشغلة إنه راح يجمد عندك الجهاز أكثر من مرة، وهاي مو شيء فد شيء قوي، لكن هو بالنسبة إليه يعتبر واحدة من هفوات الجهاز، نتمنى انه الشركة تحسنها بالمستقبل. بالنسبة لمصنعية الجهاز انا اشوف نوعا ما ويا سعرها، هي السعر يمكن ذكرناه ولا 169 دولار، ما يقارب 260 الف عراقي او 265 الف عراقي تقريبا هاي الاسعار. نتمنى انه الجهاز مصنعيته يعتنون بها، مع ما انه جهاز اقتصادي نعم، لكن مصنعيته نتمنى انه يعتنون بها، مع انه تصميمه جدا حلو، الادوات الموجودة به تحي لك انه الجهاز معتنية بشركة، لكن جودة التصنيع بالنسبة للمواد المستخدمة بهذا الجهاز لا مو القد قوية الموجودة بالظاهر. اما بالداخل احنا ما فسخنا الجهاز وشفنا شكو ماكو. النتيجة هاي الاشياء نتمنى من الشركة انه تعدلها او تحسنها. انت كمستخدم انه تنصحني اشتري هذا الجهاز بحالتين، انت ملان من البطاريات القليلة، السعر عندك مناسب، تدور 40 فريم، لكن انت ما مستخدم واجهة انفينكس او واجهة تكنو، اذا ما مستخدم هاي الواجهة لا تتقرب لهاي الاجهزة، حاول ان تستخدمها وبعدين تستخدم هاي الجهاز. هواي ناس انصدموا بالواجهة مال الجهاز بعد ما استخدموه، ليش؟ لانه واجهة بالطول، وكو ناس ما تحب هاي الاشياء. فانت لو تستخدم هاي الجهاز او تشوف الواجهة اذا عجبتك اشتريها، ما عجبتك هاي تبقى شيء خاص بيك. نهاية الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. اكثر الاجهزة اللي تريد تشتريها اسأل عليها، استفسر عليها، شوف مقاطع فيديو، شوف جيرانك، شوف اصدقائك قبل لا تشتري الجهاز وتكون ضحية للسعر. لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. ياكم مرتضى الجليحاوي وفي امان الله.